عشان تعرفوا عملنا تورتة الحب ازاي، تابعونا لاخر الفيديو وعملناها بابسط الامكانيات وباقل التكاليف. تابعونا وما تنسوناش من دعواتكم الحلوة. يلا بينا نبدأ الفيديو، يلا بينا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهاردة جايين نعمل مع بعض من غير مقدمات، هنعمل تورتة عيد الحب بأبسط إمكانيات ست البيت. مش هنعمل كيكة سفنجية، مش هنشتري كيك من بره سفنجي، هنعمل كيكة فانيليا عادية جدا. احتفلي، مش هتحتفلي بعيد الحب عشان عيد الحب. اسرقي لحظة حلوة، اسرقي لحظة سعيدة. حياتنا دلوقتي بقت مليانة ضغوطات، بنحاول نسرق لحظة سعيدة. اسرقي لحظة سعيدة مع زوجك وأولادك، اسرقي لحظة سعيدة مع أهل بيتك، مع باباكي، مع مامتك، مع أخواتك، مع صحباتك. اسرقوا لحظات سعيدة في وقت الحزن، تلاقوها تحسوها. يلا بينا ندخل في موضوعنا النهاردة، وهو كيكة الفانيليا اللي هنعمل بيها تورتاية الحب. مش هقول عيد الحب، هقول تورتاية الحب لكل محب. معانا النهاردة كوبايتين من السكر البودرة، كوباية من اللبن، ممكن تستخدمي كوباية زبادي وتنقصي حجمها من اللبن، تستخدمي اتنين مع بعض، او ممكن تستخدمي لبن بس. هناخد كوباية الا يعني الا حاجات بسيطة، الا حوالي 5 معالق بس زيت. معانا البيكنج باودر اللي هو كيك شيف اللي احنا دايما بنستخدمه مع بعض. انا كنت عايزه احط فيها فانيليا سايله، بس انا لقيتها خلصت، فلقيت عندي الفانيليا اللي هي عاديه، هنستخدمها برضو حلوه جدا. هنعمل هنا 5 بيضات. انا دلوقتي معايا 5 من البيض. بسم الله، دول 5 بيضات، دي بيضه ودي بيضه ودول 3، 5 بيضات. هضربهم بالمضرب لحد ما يعلو ولونهم يفتح، عشان ما اطولش عليكي هضربهم وارجع لك. وهي تروحي في حته. وبكده اكون ضربت البيض لحد ما عمل لي فوم كده. هبتدي انزل بالسكر وهضرب، بس عشان ما اطولش عليكي انا مش هنزل بالسكر مره واحده، انا هنزل شويه واضرب شويه واضرب شويه واضرب. انا كده ضربت البيض ونزلت البيض ونزلت بالسكر، هنزل بيه شويه شويه، هضربهم وارجع لك عشان ما اطولش عليكي. وبكده اكون ضربت البيض والسكر. شايفه منظره بقى عامل ازاي؟ شايفه الخليط بقى عامل ازاي؟ دوت البيض والسكر بس، انا كده ضربتهم. هبتدي انزل بالزيت بتاعي، سرسوب زيت. انا مش هحط الزيت مره واحده، لان كما تحطيه مره واحده بتكتمي العجينه، لا انا مش عايزه اكتمها، فانا هبتدي احط، انا بضرب بايد وسرسوب زيت نازل، عشان ما اطولش عليكي هضربه. ضربت البيض والسكر والزيت اهو زي ما انت شايفه الخليط. يبقى دول الـ3 مكونات بتوعنا اللي اتضربوا مع بعض، بيض وسكر وزيت. يلا نشوف هنعمل ايه في باقي المكونات. وهنا هنيجي في الدقيق بتاعنا. انا نخلاه 4 مرات. من عوامل نجاح الكيك ان انت تنخلي الدقيق كتير، دي من عوامل نجاح الكيك. انا هنزل هنا كده بكيس البيكنج باودر، بسم الله، اللي هو محسن الكيك او كيك شيف. على فكره كيك شيف بجد بجد من الحاجات اللي بتخلي الكيكه حلوه قوي. هبتدي انزل هنا بالفانيليا، هتنزلي بمعلقه حلوه، مش يعني بصي هي دي حوالي نص معلقه، لان احنا اصلا كيكه بتاعتنا كيكه فانيليا. وهنحط عليها حاجه بسيطه من الملح، وهنقلب الخليط بتاعنا كويس. وبكده هكون قلبت المكونات الجافه، وهبتدي انزل هنا بسم الله بشويه من الدقيق، وبنخله للمره 5. من ضمن عوامل نجاح الكيك انك تنخلي الدقيق. وهقلب الخليط كده امتزجوا. هبتدي انزل بشويه من الدقيق واقلب لحد ما اخلص الكميه بتاعتي. وبكده اكون نزلت باخر كميه دقيق
شايفه الدقيق اللي على التروف دي؟ ده من كتر ما انا نخلت الدقيق شايفاه بقى ناعم ازاي. هو ده اللي انا عايزه اوصل له. هبتدي انزل بكوبايه اللبن اللي اكيد بتقولوا هي قاعده بتعمل ايه لحد دلوقتي. هننزل بكوبايه اللبن بتاعتنا، ولو هتحطي زبادي ولبن يبقى هتحطي الزبادي واللبن بتوعك، وهقلب الخليط وارجع. وبكده اكون خلصت الخليط بتاعنا. زي ما انت شايفه القوام بتاعه اهو، مش خفيف ومش تقيل. انا هجيب بس حوالي ربع كوبايه لبن اخفها سنه، انا هزودها ربع كوبايه لبن زي ما قلت لكم. وبكده اكون وصلت للقوام اللي انا عايزاه، وكده كده هكتب لك المقادير المظبوطه كلها على الفيديو وفي صندوق الوصف اهو. شايفه القوام بتاعها؟ ده القوام اللي انا عايزاه. تعالي بقى للتركية اللي احنا عايزين نعملها في التسويه. اولا اول ما تبتدي تشتغلي فيها بتبتدي تشغلي الفرن بتاعك. تاني حاجه دي الصينيه بتاعتنا، احنا عاملين كميه كبيره على صينيه صغيره. طيب ليه؟ عشان انا عايزاها مرتفعه عشان اقدر اقطعها واعملها تورتايه بمنتهى السهوله. طب دي اكيد الكتف بتاعها صغير، دي مقاس 26 اهي، مقاس 26. انا هبتدي اجيب ورق الالومنيا وهعلي من هنا، هعليها وارجع لك. ده ورق الالومنيا، هبتدي اطبقه كده. بسم الله، او بلاش كده، ناخده من هنا عشان يكون اعرض. بسم الله، معلش سامحوني لو الفيديو طول، بس تابعينا عشان توصلي لاحسن نتيجه. هاجي هنا واخده هنا دي الطرف ده، وهبتدي احطه هنا كده. انا هنا دهناها سمنه، انا دهنا الصينيه بتاعتي سمنه هنا بلدي، وهبتدي اعمل حته تاني احطها هنا. يبقى انا وريتك عشان كده اللي لزق فيها السمنه، وريتك هكملها وارجع. بتخلي الحته المتنيه دي، سوري، الحته المتنيه دي هي اللي بتلزق في الصينيه، مش بتخليها هي اللي من هنا عشان ما تعملكيش علامه في الكيك. وبكده اكون عليت الصينيه بتاعتي وعملتها زي حله الكيك اللي الناس بتروح تشتريها. وهنزل بالخليط بتاعي. بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله، هبتدي انزل بالخليط، هدخلها على درجة حرارة 180، هتاخد في حدود من 30 ل 35 دقيقة، وطبعا كل حد وحسب الفرنة بتاعته. هدخلها الفرن وارجع لك اول ما تستوي. ورجعت معاكم تاني يوم بعد الكيكة بتاعتنا ما استوت زي ما انت شايفة طرية وجميلة. طبعا حطينا لها الالمونيا دي علشان هي ما تعلى ما تخرجش بره الصينيه. معانا الفراوله اللي هنزوق بيها، ومعانا هنا كوبايه لبن متلجه، ومعانا كوبايه كريم جانتي. ده خام، عايزه تحطي سكر حطي، انا مش بحب السكر، انا بحبه خام من غير سكر. من نجاح التورته عشان تلاقي الكيكه من جوه حلوه لازم تتقشر. انا هقشر كل ده وهقطعها طبقات وهرجع. وبكده اكون قطعت الكيك بتاعتنا ثلاث طبقات، وطبعا اللي طلع منها احنا مش هنرميه، احنا هنحطه في الفريزر وهنستخدمه في حاجات تانية. دلوقتي هنضرب الكريم جانتي. هبتدي ان انا احط الكريمة بتاعتي، دي كوباية كريمة زي ما قلت لك، كوباية كريمة خام، وهبتدي انزل عليها باللبن المتلج وهضربهم. واول ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه هرجع اقول لك هنعمل ايه. وبكده اكون وصلت للقوام اللي انا عايزاه. انا زودت عليه نص كوبايه لبن ومعلقتين كريم جانتي عشان الكميه حسيت ان هي قليله. شايفه الكريمه عامله ازاي؟ اهي، تقدري تشكلي بيها ورد، تقدري تشكلي بيها اللي انت عايزاه. انا في حاجه انا بحب اعملها، انا بحب احط عليها معلقه من القشطه. عندك قشطة لبن ماشي،
انا عاده باخد دايما القشطه بتاعه اللبن وبحطها في الفريزر وبستخدمها عادي. هبتدي انزل عليها بمعلقتين كده وهضربها ضربتين وارجع. انا ما عنديش الطبق بتاع التورت، هنغلب مش هنغلب، هنحط الصينيه كده وهنبتدي ناخد حته منها وهنروح دهنينها كده على الصينيه علشان تمسك لنا طبقه الكيك وما تروحش شمال او يمين. بعد كده هتيجي هتحطي نص كوبايه سكر عليها، نص كوبايه ميه، ياخدوا غلوتين عشان تعملي السيرب الخفيف ده. وهبتدي اسقي. السيرب ده مهم جدا علشان تخلي الكيك بتاعتك طريه. طبعا احنا عاملينها كيك فانيليا بس هي لونها غامق سنه، دوت من نوعيه الدقيق. اما تيجي تجيبي قولي له انا عايزه دقيق، دقيق كيك، ما تقولوش دقيق سبونش لان هيديكي دقيق من اللي هو بتاع السبونش. احنا مش عايزين دقيق السبونش، احنا عايزين دقيق كيك عادي. ماشي. انا كده بسم الله اللهم بارك لنا في طعامنا وقنا عذاب النار. كده انا سقيتها كويس. هبتدي انزل بالكريمه بتاعتي بسم الله وافردها كده. اكون فردت الكريمه، هبتدي انزل بالفراوله اللي احنا مقطعينها مكعبات مع بعض بسم الله. وسامحوني لو الفيديو طول عليكم شويه بسم الله. زي ما قلت لكم اسرقوا اللحظات السعيده، اعملوا حاجه فرحوا بيها الاولاد، فرحوا بيها نفسكم، فرحوا بيها اي حد بتحبوه، بابا ماما الزوج اخوكوا اي حد بسم الله. وبكده نكون خلصنا اول طبقه. انا بقى هعيد بقيه الطبقات وارجع. كده اكون خلصت الطبقات بتوعي الثلاثه. زي ما انتم شفتوا في الطبقه الاولى حطينا السيرب على الكيك، وبعد كده نزلنا بالكريم جانتيه، بعد كده نزلنا بالفواكه المتقطعه مكعبات، بعد كده حطيت باقي الطبقات وحطيت على الطبقه اللي من فوق دي السيرب بتاعها. وهبتدي اجلسها بالكريمه بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. هبتدي بقى اجلسها كلها من الجناب ومن فوق ومن كل حته، واول ما اخلصها هرجع لك علشان ما اطولش عليكم، عشان عارفه ان الفيديو دوت طال شويه فسامحوني فيه. هخلصها والفها كلها وارجع لك. وبكده اكون جلستها كلها من بره. هبتدي اخد جوز الهند وهبتدي ارشه كده على الجناب. طبعا ما تحطيش ايدك علشان هتحطيها هتتبهدل الكريمه. رشي كده وبيلمي اللي هيقع منك على الرخامه. هكمل كده. نكون حطينا جوز الهند من الجناب وهنيجي هنا عندك كيس بلاستيك، مجرد كيس بلاستيك، هتفتحي فتحه صغيره هتحطي فيه البلبله وهتربطيها كده باي اي لزق عندك يعني. وهنبتدي نحط الكريمه بتاعتنا في الكيس. وهبتدي بقى اخد كده من الجنب وابتدي اديها وردات بالشكل ده، وهكملها كلها عشان ما اطولش عليكي وارجع لك. وبكده اكون عملت داير الوردات بتاعتي. وهبتدي اجيب فراوله واحطها من هنا من على الطروف بتاعت التورته كده. هكمل وارجع. وبكده اكون حطيت صف الفراوله من تحت زي ما انت شايفاها اهي، شكلها في منتهى الشياكه والجمال. ممكن تعملي صوص فراوله في البيت بس انا جبته من بره، دول حوالي 200 جرام. عايزه اقول لك ان هم 200 جرام ب 10 جنيه. هبتدي انزل بصوص الفراوله في النص
وبكده تكون تورتتنا خلصت، تورتة الحب زي ما اتفقنا. اسرقوا لحظات سعيدة، اعملوا حاجة حلوة بإمكانيات بسيطة، هي كلها على بعضيها حوالي كلفت من 50 لـ55 جنيه مقاس 26. هتاكلي وتنبسطي انتي وكل اسرتك بإمكانيات بسيطة وحاجات حلوة. اسرقوا لحظات سعيدة، بحبكم في كل جديد مع سفرة سوما. اشوفكم على خير، عيد حب وانتم طيبين، فرحوا اللي حواليكم بأبسط الإمكانيات، بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.